السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني وأخواتي الكرام، معاكم أخوكم عيسى من قناة عيسى أند أدفنتشر. اليوم بعطي مقدمة عن الجهاز الماين لاب لكوينكس 800. الجهاز هذا من الأجهزة البروفيشنال والأجهزة الأكثر مبيعا في العالم في الوقت الحالي. بداية راح استعرض الجهاز بشكل مبسط، وراح تكون بعدها في حلقات فيها تفصيل كل ما كان فيه تفاعل من المشاهدين اللي يرغبون باقتناء مثل هذه الأجهزة أو معرفة أنواعها وليش أنا أختار هذا الجهاز، فراح يكون إن شاء الله في حلقات قادمة كل ما كان هناك فيه تفاعل من مشاهدينا الكرام. الجهاز هذا اللي هو جهاز كوينكس 800 مثل ما قلت لكم، جهاز كشف المعادن، جهاز متطور بنظام المالتي فريكونسي، جهاز جدا ممتاز، حساسيته جدا عالية. بالنسبة للترددات والأمور هذه راح نتكلم عنها وراح نشرح بالتفصيل في الحلقات الجاية ليش أنا أقتني جهاز عن جهاز ثاني كمبتدأ، شو الجهاز اللي ممكن أنا أستخدمه في البداية. فهذه إن شاء الله راح نتطرق لها. بداية راح نعطي تعريف بسيط عن هذا الجهاز. طبعا مثل ما أنتم شايفين هذا جهاز الكوينكس، هذا الملف اللي وياه الستاندرد اللي وياه في البوكس، ملف 11 إنش. هذه السماعة الخاصة بالجهاز، طبعا هذه بالكيبل، هذه السماعة ووتر بروف، تشتريها يعني لحالك إذا كنت تستخدم الجهاز في البحر مثلا في الأنهار تشتري هذه السماعة. عندنا هذه السماعة تي مع البوكس، هذه سماعة وايرلس جدا ممتازة من الناس اللي ما يحبون يستخدمون السماعات مع الكيبل، هذه تفي بالغرض. طبعا هذه السماعة مش ووتر بروف، يعني ما تقدر تستخدمها مثلا في حالة ان كان الجو ماطر ضباب، لا يفضل انك تستخدمها في يكون الطقس حسن، يعني الطقس جيد. عدا ذلك تضطر انك انت تستخدم السماعة الثانية اللي هي هذه في الاجواء الماطرة، وإذا حاب تستخدمها في البحر مثل ما أسلفت تشحنها وتشتغل معاك فترة جدا ممتازة. حتى الجهاز تقريبا من 16 إلى 18 ساعة يشتغل وياك الجهاز، والسماعة تقريبا يمكن 20 ساعة. هذا الملف اللي هو 6 إنش، هذا الملف جدا ممتاز، أنا أعتمد عليه في أغلب الأوقات في البحث. ليش راح أتطرق لهذا الأمر مستقبلا؟ شو الفرق بين ملفات البحث او الاطباق او السيرش كويل الاحجام الكبيرة وكذلك الاحجام الصغيرة، وين تستخدمها بالضبط؟ فهذه ان شاء الله راح نشرح لكم اياها. هذا الزر الاولي اللي هو زر تشغيل الجهاز مثل ما انتم شايفين، وهذا الزر يتحكم في سطوع الشاشة. وعندنا هذا الزر اللي هو للوايرلس، تضغط عليه وتضغط على السماعة ويشبك معك مع السماعة اللي هي هذه. وهذا الزر تثبت فيه النظام اللي انت تريد تستخدمه، تعمل السيف عشان تقدر تشتغل فيه متى ما تريد، تشغل الجهاز وتضغط على هذا الزر ويحطك في النظام اللي انت مختارنه مسبقا وعامل له حفظ. هذا الجهاز بشكل عام في البيانات على الشاشة، وفي هذه الازرار تقدر تتحكم في وضعية الجهاز وتحدد المكان اللي انت تريد تستخدم الجهاز فيه. هذه امور راح نتطرق لها في المستقبل ان شاء الله. الجهاز هذا انا استخدمه من اكثر من 3 سنوات، فشوفوا حالتي، يعني تشوف الجهاز تقول متبهدل. استخدمه في البحر،
تقدر تختار اللي هو الروت الأطول تستخدمه على الأرض وانت تمشي، ولكن أنا من الناس اللي أفضل أني أستخدمه في البحر أكثر شيء. جهاز جدا ممتاز، ما يعيب أي حاجة، يخدم فترة طويلة، من أفضل الأجهزة اللي موجودة في السوق حاليا. وكان هذا المقطع البسيط حبيت أشارككم فيه، وإن شاء الله نتريى منكم التفاعل ونشوفكم في فيديوهات ثانية. وفي حفظ الله ورعايته، وفي أمان الله.